أختي، السلام عليكم، تحياتي للجميع. وما شاء الله نروح الموضوع، وهذا الموضوع مؤلم جدا. دائما تبقى أختي على شو شي حاجة ما تبخلوش علينا، بارطاجي وعملنا أبوني باش يوصل الاشتراك، زر الاشتراك باش دائما الجديد والدعم ديالكم. والله اليوم كنهضر هذا الفيديو أنا معصب شوية، نيرفي شوية، فهمتيني؟ أنا كنقولها طيرالي. السبب، واحد ولد صاحبي مشيت معاه للدار نطلع على حلويات ديالو، مريض، كان الدوام، دوام حالة يعني محرجة، الدواء الطبيب وكدا، المهم جاوه. هو الولد ديالو واش مريض؟ الولد ديالو عندو القصور التلوي، مريض الكليتين ديالو مراتي، ما عندو فشل كلوي، يعني كيصفي. كيصافي دائما كيمشي يصافي في كلينيكا الفلوس، وجوج مرات ولا ثلاثه مرات في الاسبوع كيصافي الدم ديالو. واستعرض الانسان ضعيف وضعيف جدا، وحنايا اللي نكون معوطين مرفهين، عندنا الفلوس في الجيم، عندنا صحتنا، عندنا اللي كنطغاو، كتجبرنا كنمثلو وقباحين، وربما نتحقرو ونأذو عباد الله ونصححو اللي هدر معاه نخسرو معاه ونخرجو العينين، وكاين اللي مثل التكبر كيمشي حماشية في شي شكل وكيتعنطز ويقول لك راه ندور شكون نوع. هو ما يعرفش الحقيقة ديالو شنو هي. ربما أقل حاجة في الداس ديالو تأتى يطيح من الأرض، فهمتيني؟ هاد الشخص هذا الأب ديالو مرض فشل كلوي، وكيصفي الكلاوي ديالو يوميا، يعني كل ثلاث ايام في الاسبوع كيصفي كيمشي يتصفي يصفي في الطبيب. وعاد اي حاجه لك لها، اي حاجه، شي حاجه اذا في شي شكل كتزير عليه. شوف الانسان كيفاش عايش، الله يحسن له. وكثير ديال الناس عايشين بهذا الشيء هذا، وهذه النعمه حنا كنجهلوها. وفي نفس الوقت كنت ماشي بحالي ونجبر واحد الرمبو عاوتاني صحيح كيصحح على واحد، كانت حاله حمراء والراجل ديالها في الشارع، تعرفش عنده، بدا كيزبر فيهم كيصحح، ما عرفش شنو يدين ما يدين، وهذا وهذا. بس كان دي عيني عاوتاني كتأمن، قلت له شوف دابا، شوف جبرو دابا الكلوه ديالو مريضة، جبرو مرة ميت، ما كيتحركش، جبرو محطم ومريض مقود، وهم اللي عنده دابا صحيح الدا ديالو كيصحى على عباد الله، فهمتيني؟ دابا بالنسبة لنا الكلوة بأي حاجة، الإنسان كثير ديال الأعضاء ديال الإنسان تأذت ولا راه كيبقى معدى في حياته كاملة، ولكن هاد الإنسان دابا هذا فشل كلوي، وحنا مكنعرفوش شنو القيمة ديال هاد الكلوة هادي، شنو القيمة ديالها. لكن هاد السيد هذا كيصفي ثلاثة أولا جوج مرات في الأسبوع، الكلوة ديالك راه كتصفي لك 36 مرة في اليوم، فهمتيني؟ هاد العضو هذا اللي كتشوفو نتينا اللي هو كيصفي لك، وعاد كيجي كيصفي، وكان كيصفي وينقي اي حاجه، يصفي الدم ويصفي اي حاجه في الدم الانسان. واحد النعمه كبيره بنادم كيحمدش عليها الله. انسان مزيان يمشي مره مره يتسارى في السبيطارات، ويمشي يدخل يشوف بنادم اللي مريض كيفاش عايش، باش يحس بقيمه الصحه اللي عنده. ما يصحش على عباد الله، يصحى على عباد الله يمشي يحمد الله ويشكره على النعم اللي هو في حاجاتهم. دابا بالنسبة لنا الهضرة على الكلوة، بس عرف الإنسان ديك القيمة وديك النعمة اللي يعطيك الله، اللي هي كتصفي لك 36 مرة في اليوم، وجينا ما حمدتش الله، وكتقوم ماشي بزاف ديال الأعمال اللي كتقوم، ديال المهمة كتقوم بها الكليتين هادو. والإنسان كيمشي يصفي جوج أو ثلاثة مرات في اليوم، ولا عنده الفلوس، خصو يأدي ثمن باهظ جدا. فهمتيني؟ إذا ما كيش صافي الله يحفظ الكلاوي ديالو، راه خصو الفلوس بصح، يوميا خصو ينزل عاد عاوتاني الله يحفظ لك أمر في أمراض أخرى زايدة، الداء السكري، زي بزاف ديال الأمراض أخرى عاوتاتكم الله يحفظ، المعاناة، المعاناة بصح، فهمتيني؟ والإنسان اللي هو مزيان بصحتو كتجبرو طاغي ويتحكر لعباد الله ويسب ويشتم ويقول لآخر، والله يحفظ يقول مصيبة، أنا خليني ماشي نحلل لك انا هادشي، انا كنمشي من هذا واحد الطغيان كنبقى غير سبحان الله العظيم. هي اقل حاجه يتأدى في الدس ديالو فيها تجورو مره، هي الدمانه، تجي الدمانه تحمقو، هي الدمانه.
وما يحمدش الله على صحته وهادي ومن مزيان يقول الحمد لله. لا، طاغي طاغي. والانسان الانسان والكمال لله. بزاف ديال الامراض، بزاف الامر اللي هي كتخلي الانسان اخذ الامر المزمنه والامر اللي كتعيش مع الانسان مره، يعني هاد السكري. مشيتو الناس الدواء السكري مساكن كيفاش عايشين، في تشوفهم المعاناه بصح. مشيتو الناس مرض بهجت شحال ما عرفتش مرض بهجت عاود مرض او حمار عاود او عمليه وخطير جدا. ومشيتو عاوتاني بزاف اللويحي التصلب اللويحي والدئبه الحمراء وزاد الامراض المتنوعه وشي امراض غريبه وغريبه جدا ما كنعرفوهاش. ومع ذلك الانسان، مع ذلك الانسان اللي بصحته كتجو ديما طاغي ديما طالع من السماء ديما صراش عنده ويحمد الله ويشكره صاحبي حتى شي حاجه. فهمتيني؟ حنا ما نهضروش على المال والرزق غني ولا فقير، هذاك لا شيء. المال زائد او ما عندكش يجيب الله المال، ولكن الصحه ديالك اللي هي مهمه. صحتك اللي عندك الصحه فتغتنمها في فيما احل الله وفي الحاجه اللي مزيانه وفي الخير وعلى الاقل تهلا فيها. وهذه دين الله، اما كطغى فيها تعدى عباد الله وتقريسي وتسرق وتدبر وتضرب وتعمل، او مثلا كتدمرها بالمخدرات والشراب والقرقوبي والمصيبه وزيد وزيد. هادشي الانسان تا كيتأذى في صحته عاد كيبقى اما راسي ما عرفش شنو. انا مرت فيها بحال الانسان تنعرض بحال مثلا بحال شي تيليفون تخسر لك ديسي نعلم يعدلو لك يعرضو لك بحال كان في الاول، او السياره ديالك مثلا الطوموبيله تخسرت وديتيها للكراج عند ميكانيكو يعدلها وعاد ترجع بحال اللي خرجت ليها من الدار نو ماشي جديده. يعني دولو في ما خرجتي بحال اللي خرجتي اول مره كتشعل جديده، بدات نعلم ونرجع ميكانيكو صافي. هيدا بنادم صحيح في صحته يتهلا في صحته بخير مزيان بالرياضه مثلا معوطه التوازن كذا وهادي وتهلا في راسو. والكلمه الطيبه بالدار كتصحح الانسان، حتى الكلمه الطيبه كتخلي داز الانسان مزيان. الكلام تقود والشتم والسب وهذا بدا كيخلي داز الانسان مقوده. فهمتيني؟ والعمل ديال الخير كيخلي داز الانسان مزيان، لان النفسيه الانسان كتكون مرتاحه. حنا لا طاغيين طاغيين طالعين من السماء وكذا وهادي تا كتجي فيك كتبقى. وشحال واحد مسكين عاوتاني في الجره ديال بنادم اللي طاغي معاود كذا ياخذ مثلا ماشي ترانكي ما عرفش ما يعمل حتى شي حاجه، العايب كيقرا في البكالوريا بخير ترانكي كذا وهادي عايشي اخر غير بالحومه ديالو عايش من الله ما مات من الله. انا عندي عندك زاد ما عرفتش هضر ضربو بالموس لعينك كل وادي ولا خرج على السيد السامع. علاش طغيان بنادم كيكون طاغي ومجبر والقرقوبي بمخدرات تسبب غير كيتمنى الله معاه. دابا الملاغات فين يسبب له دابا غير كيتمنى الله معاه فهمتيني. وبالموس يعني بزاف ديال يعني انا جيتني ما كنقول لك دابا شفت الانسان الحاله ديالو مسكين كيفاش عادي معذب حيت كيسمي كلا شي حاجه هو عاد كيصافي عنده الفشل الكلوي وكلا شي حاجه وتزيرات عليه وحال غاتمر وحال خاطر بصح وكتعرف وحال عدو وبصح. في نص الوقت خرج الزرق انا قلت لك اخر ياخور طاغي طالع للسما وكيزبل وكيشتم كامل كانه كيقول انا لا ما عرفش مني ولا هادي. علاش؟ شوف الانسان الانسان مزيان يكون كيرد بال راسو اولا يفكر في صحته ويقول الصحه اللي عندي انا ما عندوش شي واحد ياخور شي جمله اللي مريض اللي ما عندوش شي حاجه ولا ما عندك شي حاجه في الداس ديالك عرف انك عندك شي حاجه اخرى زايده على ياخور عاود هي الدنيا. والانسان ما يرد بال وغادي يتبت راسو ويحمد الله ويشكره. وهادشي اللي كاين اخوتي ما طولتش عليكم والسلام عليكم. تبارك الله على خير بشير.